نعم استاذ محمد، يعني عاوزين نبسط بقى اكتر للساده المشاهدين، لان دايما في علاقه ربط ما بين اللي حصل في جائحه كورونا وازاي قدرت مصر اللي هي تجتاز الازمه دي. واضح يعني الامر واضح للكل، شايفين مثلا اوروبا النهارده بتتعامل ازاي مع جائحه كورونا في ظل وجود متحور دلتا، والحمد لله الوضع عندنا في مصر مستقر. الكل بيربط ده بسبب الاجراءات او الاصلاحات الاقتصاديه اللي عكفت عليها مصر في 2016. ايه العلاقه ما بين عوده او تعافي الاقتصاد وسرعه تعافي الاقتصاد مع جائحه كورونا والاصلاحات الاقتصاديه اللي خاضتها او يعني نفذتها الدوله؟ بدون شك ما فيهاش حتى يعني تفكير كتير ولا ان احنا نتردد في الربط ما بين الامرين. هو لسه انا كنت بقول لحضرتك انه الفلوس، وانا بقول برضو بمصطلحات مبسطه، الفلوس اللي حطيناها في قطاع الصحه في المستشفيات وفي الادويه وفي الصيدليات، توفير الاكسجين، توفير اللقاح، والاهم الادويه اللي هي خاصه بكورونا، البروتوكول كورونا، كل ده، والفلوس المكافئات، البدلات الطبيه اللي كان بياخدها الدكاتره والتمريض، كل ده، والمبادرات اللي كانت شغاله لسه جمانه بتقول عليها، منحه العماله غير المنتظمه، يعني كل ده سبب ان كان عندنا رصيد. بالظبط 2.4 مليون عامل، دي نقطه مهمه جدا، دي مليارات تدفع. وبعد كده كان في مبادرات 100 مليون صحه، مبادرات دعم صحه المراه، مبادره الكشف عن سرطان السرطانات، وبعد كده كان عندنا التقزم، الاطفال بقى التلاميذ، التقزم والسمنه والانيميا وسوء التغذيه، كل ده كان شغال في نفس اللحظه. فده دي كلها فلوس. الفلوس دي جت منين؟ وزاره الصحه كان عندها قبل كده، يعني مش وزاره الصحه بس، الموازنه العامه للدوله كان عندها عجز كبير جدا. والنهارده لحد دلوقتي في فائض اولي 1.4 مليون. ما انا كنت لسه هقول لك، احنا كعجز كلي عندنا عجز كلي، لكن كفائض اول مره نحقق فائض اولي كانت في 2018، دي اول مره في تاريخنا فائض اولي، اللي هو بنكسكلود خدمات الدين وبنحط بقيه مصاريف الدوله وايراداتها، فبيطلع معانا فائض اولي اول مره تحصل. الفائض الاولي بقى رغم ظروف كورونا النهارده عاملين فائض برضه، يعني العام المالي الاخير ده اللي هو خلص 30 يونيو اللي فات، عاملين فائض اولي 93 مليار جنيه، ده رقم كويس جدا جدا مقارنه حتى بالفتره اللي احنا عدينا عليها والفلوس اللي اتصرفت، حجم المشروعات اللي بتنفذ ايضا. لسه برضه كنت هقول لك بقى انه وسط كل ده، المبادرات ومواجهه كورونا، ولسه كان نتكلم كمان على الظروف العالميه اللي محيطه، وحادثه قناه السويس، وعدى علينا موسمين رمضان، موسمين رمضان دي مهمه جدا برضه. وسط كل ده بدأنا في مبادرة حياة كريمة، المشروعات القومية لم تتوقف، الكبرى بالذات لم تتوقف، لأن هي بتشغل القطاع الخاص برضو، لم تتوقف. رجعنا تاني البناء في المقاولات، رجعنا برخص البناء الجديدة. فاللي احنا عملناه ده، كل ده بالتوازي، كل الإجراءات اللي احنا بنتكلم عليها دي ازاي حصلت بالتوازي، صادرات زادت وفتحنا أسواق جديدة، في حاجات كتير قوي اتعملت بالظبط، كتير جدا جدا. فكل ده ان هو يتعمل بالتزامن، فده يعني انجاز كبير قوي قوي. لما تيجي تقارنها بقى وتبص بره ايه اللي حصل، بقى سوء حتى كبيره. وانا ما بقولش ان احنا اقتصادنا اقوى من الاقتصادات دي اللي احنا بنقارن نفسنا بيها، لا، لكن احنا كنا في اداره الازمه كنا افضل. مش معناها ان احنا اقتصادنا اقوى من الاقتصاد الامريكي او الاقتصاد الالماني، لا، بس احنا ادائنا كان احسن بكتير من اللي كان يتوقعوه مننا من مصر، واحسن كمان من ادارتهم هم لازمتهم. لا، وفي بعض الهزات اللي حصلت كمان للدول الاجنبيه، بنتكلم على الفيضانات مثلا اللي حصلت في المانيا، بنتكلم على العلاقه اللي موجوده او الحرب اللي موجوده الصين وامريكا، كل ده اثر تحمل، يعني قدره الاقتصاد على تحمل الصدمات. بالظبط بالظبط، اشكرك على المصطلح ده، لان هو في برضه مؤشر بيقيس المساله دي، قدره الاقتصاد على تحمل الصدمات. ومصر كان ترتيبها متميز جدا في المؤشر ده، عملته بلومبرج. ودي مسألة مهمة، لأنه شوف احنا بنتكلم بقى كل ده البعد المحلي، احنا بقى مش عايشين لوحدنا، لا، احنا عايشين في عالم مضطرب جدا، والأمور مشتعلة فعلا في كل حتة في العالم. يعني انت عندك الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وبعد كده المشاكل الانسحاب الأمريكي اللي جاي كمان شهر في العراق، وبعد كده عندنا المشاكل اللي بتحصل ما بين إيران وإسرائيل واستهداف الناقلات البترول. خد بالك ده باب المندب ومضيق باب هرمز وقناة السويس. طيب وبعد كده عندنا اللي حصل في ليبيا من 2019، وتدخل المصري والخط الاحمر اللي احنا عملناه، حصرته الجفر، ما كناش هنوصل لهذه التهدئه على حدودنا الا لم يكن هناك تدخل مصري، كل ده اثناء كورونا، خلي بالك. وبعد كده عندنا المشاكل اللي كانت في شرق المتوسط، فاحنا كان عندنا ازمات كبيره جدا. كل ده بقى ده البعد الاقليمي. شوف بقى البعد الدولي، عندك الحرب التجاريه اللي بين امريكا، هي لم تعد تجاريه فقط، دي بقت حرب دبلوماسيه وسياسيه واقتصاديه. النهارده الحرب ما بين الغرب من ناحيه، امريكا واوروبا والصين وروسيا من ناحيه، عند الذروه، الوضع فعلا سيء.